الخبر اللي جاي زي ما قلنا من وزاره الاوقاف، وزي ما طبعا كلنا عارفين مصر ليها تاريخ عريق تكريم المراه وفي العلاقه بين الرجل والمراه اللي هي علاقه تكامليه. ده على لسان وزير الاوقاف شخصيا قالوا في ندوه تثقيفيه جديده افتتحها الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف امبارح الصبح بعنوان المراه بين التمكين والحمايه. في الندوه اكد وزير الاوقاف ان العلاقه بين الرجل والست مش مبنيه على الصراعات وما ينفعش انها تتبني على اي صراع، واستشهد في خطابه بقول الله عز وجل في كتابه العزيز وجعل بينكم مودة ورحمة. عشان كده لازم العلاقة بين الطرفين يا جماعة بندعو كل يوم للكلام ده تكون مبنية على الحق والواجب، حقي وواجبي من الطرفين، لأن ربنا هو اللي أمرنا بكده يعني في كل الديانات، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كمان نوه وزير الأوقاف على أن الإسلام كرم المرأة كأم وأخت وبنت وزوجة ومشاركة في الحياة وبنى الوطن، وأوصى بيها في كل الأحوال، لأن الأم محل إكرام وتقدير، يعني ربنا حفظها وكرمها وجعل الجنة تحت أقدام الأمهات، وكانت من أيام يعني الفراعنة، وده يمكن التاريخ اللي احنا نسمع عنه أحداث ليها مكانتها، وفي الإسلام بتاخد مشورتها، ويعني مكانتها وقدرها مذكورة في كل المراحل العمرية من ساعة بدء الخليقة. طبعا هو كمان لفت لانه الاسلام حفظ للمراه كرامتها وعرف التاريخ الاسلامي ليها مكانتها وقدرها، ولم يكن دورها ابدا هامشيا، وانها اسهمت في بناء الحضاره الاسلاميه اسهام كبير من خلال ادوارها المختلفه، وكان ليها دور في بناء المجتمع بكل جوانبه الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه والعلميه. مصر ليها تاريخ عريق في تكريم المراه المصريه، هي حاضنه الاجيال ومنشئه الابطال، وهي التي تحافظ على الاسره وتحميها من الفرقه والشتات، وهي العنصر الأساسي لبنائها وتشكيلها، تربي وتعلم وتلقن المبادئ لطفلها الذي يكبر ويتطور في سائر الأيام. كمان أشار سيادته أن وزارة الأوقاف بتولي المرأة تقديرا كبيرا وكواعظة وقيادية بالوزارة، وتم الدفع بأكثر من 14 قيادة نسائية في الهيكل التنظيمي بالأوقاف. وكما أصدرت وزارة الأوقاف كمان ضمن سلسلة رؤية للفكر المستنير كتابين مهمين جدا بعنوان نساء على عرش مصر، والتاني المرأة ودورها في الدولة الوطنية، وأشار لدورها البارز اللي بتؤديه واعظات الأوقاف، وشرفنا منهم نساء فاضلات هنا في برنامجنا وبيعملوا بالمساجد. وعجبني فكرة ان هم بصفة عامة بيشتغلوا خلال الصيف مع الاطفال بصفة خاصة، لان الصيف النهاردة لو ما شغلناش ولادنا بالحق ينشغلوا بالباطل، لما احنا ما جريناش وراهم عشان نعلم فيهم المبادئ الخلق الجميلة بتاعت كل الاديان هيضيعوا في الصيف، هيجروا ورا التفاهة، هيجروا ورا الفساد أو الصاحب اللي بيسحب للفساد أو المخدرات أو غيره. فكرة الاهتمام بالأطفال في الصيف عجباني جدا جدا جدا، مش جات المدرسة خلاص ننطلق بقى كلنا ونجري في الشوارع وبتاع، عجبني الفكرة. فرصة جميلة جدا وكبيرة، وربنا سبحانه وتعالى يعني دايما بيؤكد على مكانة المرأة في كل موضع من مواضع القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن المرأة: لا تخافي ولا تحزني وقري عينا فضحكت فبشرناها. فربنا سبحانه وتعالى دايما المرأة بالنسبة له هو يعني دايما بيأكد على مكانة المرأة، وديننا الإسلامي طبعا الجميل اللطيف المتسامح الوسطي، رسول الكريم عليه الصلاة والسلام آخر وصايا استوصوا بالنساء خيرا، قيادة سياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل بوصية الرسول الكريم واستوصى بنساء مصر خيرا. إحنا المرأة هي نص المجتمع اللي بينجب الرجال وبيربي الرجال وبينشئ الرجال وبيطلع جيل مسؤول فاعل في مجتمع مصري جميل جدا، له تاريخ وله حضاره وتاريخ عريق الحقيقه. وختاما صح يا ايمان، والله فعلا ورفقا بالقوارير، واحنا القوارير يعني احنا القوارير، يعني يمكن نختم الكلام الجميل ده كله اللي شفناه وسمعناه مع حضراتكم بجمله جميله لسه حتى طالعه لي قبل ما اخش الحلقه، قلت دي رساله، دي يعني علامه يا مارد، كلمه جبران خليل جبران: لا تقوم الامم ولا تبنى الحضارات الا على اكتاف المراه. نقطه وشكرا، حقيقه وواقع. وعاجبني ان هو بياكدوا على الايه بتاعت ولهن مثل الذي عليهن. صحيح. دايما كان الخطاب يبقى للست: طيعي زوجك، يعني حتى لو ضربك، حتى لو قال لك ما تروحيش لاهلك، طيعيه عشان تخشي الجنه. لا، النهارده احنا بنرجع للاصل وهو المساواه، يعني بدليل ليكي حقوق زي ما عليكي واجبات. خلاص يا جماعه، بنتكلم في فكره الواجبات فقط بس، لكن النهارده بياكد طول الوقت ان انت لا ليكي حقوق وليكي انه يتجمل لك وليكي نظافته الشخصيه وليكي كل حاجه زي ما بيطلبها منك انت ليكي عند بدليل يا جماعه حاجه بسيطه جدا حتى في كل الاديان السماويه، ان الثواب والعقاب متساوي للجنسين. صحيح. ربنا بيحاسب الراجل زي الست
ودي يعني حقيقي. نقول كده بعديها خلاص هنقول ايه اكتر من كده.